زين المرجل والمرجلينا شامينا فرجي وهي مزيانة صباح الخير لكل المشاهدين الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا بيوم جديد وبحلقة جديدة عم نطلع عليكم كل يوم من مطعم ريمان. بدنا نتشكروا على الاستضافة الحلوة وبدنا نقول لكم نهاركم سعيد، إن شاء الله يحمل معه كل الحب وكل الخير وكل الصحة لكل العالم. صباح الخير يا سمر. يسعد صباحك يا ليا، كيفك اليوم؟ منيحة وأنت؟ تمام الحمد لله، كلك هيك طاقة إيجابية مثل العادة. يسعد صباحك عن جديد وصباح كل مين عم يتابعنا، نهار جديد بتمنى يحمل معه كل الخير والسعادة والطاقة الإيجابية والحب لكم. مثل كل يوم عنا العديد من الضيوف والفقرات والأخبار المنوعة، ابقوا برفقتنا بحلقة مميزة كتير. والبداية وين يا ليا؟ والبداية رح نروح إلى دار الأسد للثقافة والفنون، وخلينا لفعالية افتتاح أيام الثقافة السورية تحت عنوان ثقافتي هويتي تحت رعاية المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء. انطلقت الفعاليات أمس وسوف تستمر أيام المهرجان وفعالياته على مدار 6 أيام بمختلف المحافظات السورية. خلينا نتابع حفل الافتتاح سوا مع زميلتنا ماتيلدا كربوج. ثقافتي هويتي تحت هذا العنوان انطلقت احتفالية أيام الثقافة السورية بحفل أقيم في دار الأسد للثقافة والفنون. هذه الاحتفالية استوحت أعمالها من مشاريع عديدة أطلقتها وزارة الثقافة ضمن خطة استراتيجية تحتوي على برامج إطارية كبيرة، أهمها توثيق التراث، التراث المادي والتراث اللامادي. سترون اليوم احتفالية تراثية بعض الشيء، وبالتالي هي نتاج كل ما تخرجه كل مخرجات وزارة الثقافة. وأكد وزير الإعلام أن أيام الثقافة السورية جاءت لتطهير الأفكار الوهابية الداعشية التي عملوا على نشرها في سوريا في محاولة لشيطنة الدولة السورية. تأتي الأهمية بأنه بعد 10 سنوات من الإرهاب الذي مورس على سوريا ومارس على سوريا
والذي استخدمت فيه مختلف صنوف الأسلحة بما فيها سلاح القلم الذي استخدم من قبل البعض كسلاح أشرس من الدبابة ومن البندقية، تماما كما الكاميرا والإعلام الذي استخدم كمنصة لشيطنة كل شيء في سوريا. تأتي أيام الثقافة السورية من أجل تطهير هذه الأفكار الوهابية الداعشية الإرهابية، ولتقول إن هذه الأرض الطاهرة تلفظ هذا الفكر، وأن سوريا سوف تبقى أبدا ودائما أرض الحضارة ومهد الثقافة. وفي حفل الافتتاح هذا كرم عدد من الشخصيات السورية التي تميزت ببصمتها في الثقافة، وهم الدكتور خلف مراد الجراد الباحث في الشؤون الفلسفية والفكرية والسياسية والاستراتيجية، والفنان التشكيلي المبدع أكثم عبد الحميد، والفنانة القديرة ثناء دبسي، والموسيقار الكبير حسين نازك، بالإضافة إلى الفنان جورج عشي. كنا ولا زلنا عم نأدي نفس الرسالة اللي هي رسالة الحضارة بأوجهها المختلفة، اللي عنوانها كلها فن، مسرح، بكل خليني أقول التفاصيل الأخرى الفنية. اليوم موجودين بعد كل شيء مر علينا، لنقول إساتنا موجودين، إساتنا عم نعطي. رح يكون في عنا فعاليات على مدى 6 أيام تقريبا، وعلى امتداد الجغرافيا السورية في كل المحافظات السورية، من عروض موسيقية إلى عروض مسرحية، عروض سينمائية، كافة الانتاجات وزارة الثقافة. مشاركتنا نحن بيوم الافتتاح هي تكون خماسي موسيقى من روح الشرق، اللي هو رح نعزف فيه أعمال هي أعمال سورية كتبت لهذا الخماسي، والمشاركة الثانية هي مشاركة الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية مع قامة سورية جدا مهمة، هو الموسيقار الكبير صفوان بهلوان. المؤسس العام للسينما تشارك بتظاهرة سينمائية عنوان العريض نثرات من ذاكرة السينما السورية، يعرض من خلال هذه التظاهرة مجموعة من الأفلام التي تعتبر من أولى الأفلام التي صورت في المؤسسة. تم في السنوات الأخيرة ترميم هذه الأفلام وتحويلها إلى صيغة إلكترونية. فعاليات أيام الثقافة السورية تستمر بمختلف المحافظات السورية بعروض متنوعة تشمل مديرية الفنون الجميلة وثقافة الطفل، بالإضافة للسينما والمسرح والموسيقى، لتبقى الثقافة السورية حاضرة وأقوى من أي محاولة إرهابية لطمس معالمها، فهي متجذرة بتاريخ هذه الأرض التي ما عرفت يوما إلا الحضارة والثقافة والإبداع. أكيد يعني مثل ما تابعنا المادة، دائما السوريين بيبهرونا إن كان بالثقافة إن كان بالفن، وشفنا الحفل مبارح كيف جامع الكل، صح؟ أكيد كان جامع الكل، ودائما عم بيكون عنا فعاليات إلى بصمة كتير كبيرة في ست أيام من أيام الثقافة بكل المحافظات السورية. رح يشارك فيها يمكن أهم الموسيقيين وأهم الفنانين أيضا. لكن متابعينا بصباحنا لليوم مشاهدينا، ووصلنا لفقرتنا الطبية، وموضوعنا اليوم كتير مهم وكتير يمكن كلنا عم نمرق فيها هي المرحلة، هي التهاب القصبات عند الأطفال. رح نحكي عنا أكثر، خاصة هلأ بتغيير الجو على المدارس، يعني خلينا نحكي أكثر عن إنفلونزا وعن الأطفال كيف فينا نحن نقيهم من الأمراض، مع الدكتورة رشا داغستاني اختصاص أطفال. أهلا وسهلا فيكي دكتورة، صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. يسعد صباحك سهلا. دكتورة، وأهلا وسهلا فيكي. بالبداية خلينا نعرف ونتعرف أكثر على التهاب القصبات عند الأطفال. الحقيقة هو مثل ما ذكرتي انه هلأ الموسم الشائع ووقت الذروة بفصل الشتاء، وانه ينصاب الاطفال خصوصي بهذا الشيء. هلأ بشكل ادق هو حينصابوا بالتهاب القصيبات الشعرية، لانه عادة كبنية تشريحية للرئتين عند الاطفال بنعرف القصبات بتتشعب لقصيبات ادق تنتهي بالاسناخ الرئوية،
فلما بيصيب الطفل وعادة الإصابة بتكون فيروسية والأشيع هو الار اس في فيروس، فعادة بيصير حالة التهابية بتزيد المفرزات وبتتشنج هاي القصبات، فبتتسكر هاي القصيبات الصغيرة اللي قطرة أدق، القصيبات الشعرية اللي هي أصغر، فهون بتسبب لنا مشكلة كتير كبيرة عند الطفل لما أنه بتتسد وبتتعبى بالمفرزات والقشع البلغم اللي نحنا مثل ما عم نعرف، فهالشي حيسبب صعوبة بالتنفس عند الطفل والتبادل الغازي، ورح تظهر عنا بقى الأعراض الثانية اللي حتشكو منها أكيد الأم مثل ما كلنا بنعرف. ارتفاع الحرارة. ارتفاع الحرارة هي شيء أساسي ممكن، وممكن تجي بدون حرارة يعني. السعال عرض كتير مميز ومهم عند الطفل، بصير مثل خرة بالصدر عند الأطفال، تمام، ممكن تشعر فيها الأم لما تحمل طفلة، مثل ما قلتي الخرة، صوت الوزيز، في شغلات نحن بنسمعهم بالسماعة بشكل أدق بالفحص الطبي، ومثل ما ذكرت في شيء الأم فورا رح تلاحظه. كمان في عرض مهم إذا انتبهت الأم له، اللي هو أنه الطفل ما بيبطل أنه يشرب أو يأكل، هاي الشيء المميز اللي بتجي فيه على العيادة بيكون بالأعمار الصغيرة اللي 6 شهور الأعمارهم يعني تحت السنة، هدول اللي شوي مخيفين، بتقول لك أنه ابني بطل يرضع، ابني بطل يأكل، فهذا الشيء طبعا لما بيظهر عند الطفل دليل على شيء معين، اللي هو شو الزلة التنفسية، يعني صار عنده شو تسرع التنفس زيادة بعدد مرات تنفس، وصار في ضيق تنفس وسحب بين الأضلاع، فهالشيء عم يمنعه حتى انه يقدر يوازن بين يعني الرضاعة والتنفس، فبتلاقي الطفل ببطل بهذا الشيء، فنحن بنخاف من هذا الوضع تحديدا، انه يفوت الطفل بغير موضوع المشكلة التنفسية انه موضوع التجفاف بقى. وبالعادة بقى الأعراض الثانية المعروفة مثل ما ذكرنا، الحرارة، السعال، ضيق التنفس، ممكن تلاحظ أنه الطفل إذا كان بالأعمار الأكبر اللي بيعبر عن أنه هو بتلاقي ما في خمول، في كسل عنده للطفل، فعادة هي الأعراض الشائعة بالتهاب القصبات. تمام دكتورة، نحن بنلاحظ يعني كل الأمهات هن دكاترة، كل الأمهات هن وخاصة إذا عندهم ولدين أو ثلاثة هن بصيروا بيعالجوا خبراتهم السابقة، تمام، وحافظين كل أنواع الأدوية وإذا تغير اسمه وإذا لا. خلينا نحكي يمكن إذا حست الأم إنه الولد عم يسعل أو فيه نتفة حرارة أو عم يشق أسنانه أو شيء من التنفس، إن كان التهاب قصبات أو بداية، نحن بنروح فورا على دواء الالتهاب. خلينا نحكي هي المعالجة هي ما صارت غلط هلأ بوقتنا؟ هلأ حكينا كتير وعملنا كتير توعية لهذا الموضوع اللي هو الاستخدام العشوائي والخاطئ، لأنه مثل ما ذكرنا بالبداية إنه هو غالبيته فيروسي، ولا يمنع إنه في إصابات بكتيرية بالتهاب القصبات، ممكن الجراثيم تسببه، لكن الغالبية عم تكون فيروسية، فنحن بدنا نكون حذرين بإعطاء المعالجة. شو الأضرار يلي طبعا هلأ أول ضرر هو التعنيد على العلاج، يعني الاستخدام العشوائي اللي وقت لازم ومو لازم، بصير وقت اللازم الجرثومة بتعند، بصير في مقاومة لها، هي أهم سبب. السبب الثاني إنه اللي بحكي كتير للأمهات إنه لما بتعطي هذا الأنتيبيوتيك هو له أعراض جانبية تانية، يعني أهم عرض الشائع اللي هو الإسهال، فنحن مو شيء إنه مفيد إنه نحن نقتل البكتيريا النافعة اللي موجودة بالأمعاء ونفوت الطفل بإسهال ونعطيه أنتيبيوتيك وهو ما له بحاجة، فنحن ضروري إنه يكون في فحص، بالذات بموضوع السعال. كتير أمهات تليفون إنه أنا ابني عم يسعل وسعلته خفيفة، أنا شو أعطي؟ هنا بيفكروا انه انا شيء ثاني انه مشان تجيبه لنا على العياده، لا مو هيك الفكره، الفكره بالذات السعال لازم الفحص، ممكن يعني يؤدي للوفاه التهاب القصبات عند طبعاً. الاطفال خلينا نحكي امتى الام لازم تاخذ عن جد ابنها عند الطبيب وما تستخدم الادويه براحتها، يعني عشوائي. ضروري بشكل عشوائي هلا هذا اللي ذكرناه انه هو ممكن يبلش مثل ما بيقولوا باعراض قريب وشي بسيط والام تفكر انه الامور تمام، لكن تتفاقم الحاله لالتهاب قصبات، ومثل ما حكينا نوصل للمرحله اللي مثلا انه تنسد فيها القصبات تصير في صعوبه التنفس، فبالحاله اللي بنفوت فيها لا سمح الله بقصور تنفسي، فشل تنفسي، هون بده مشفى، بده علاج، نضطر نحط اكسجين، سوائل وريديه، نضطر انه لا سمح الله بالحالات الاشد انه يتنبى بالطفل وينحط على المنفس لبينما تمرق هي الحالة الالتهابية. هلأ ذكرتي الحالة الخطرة، نحن في عنا عوامل خطورة طبعا الأطفال اللي تحت السنة واللي تحت
تحت الست شهور كمان لسه عامل خطورة أعلى، لأن هدول بنيتهم التشريحية لسه قصيباتهم أصغر، مناعتهم لسه ما اكتملت. كمان في حالات الأطفال اللي بالأساس عندهم أمراض مزمنة، داء ليفي كيسي، بالأساس عندهم أمراض قلبية، يعني عندهم فتحات بالقلب، يعني عندهم بالأساس مشاكل تانية بالإضافة لهي المشكلة، فهن عامل خطر. فالأطفال اللي عندهم نقص مناعة بالأساس هدول عامل خطر، يعني هي نسميهم عوامل كمان. خداج الخدش عوامل خطر كمان. كيف ممكن تفرق الام بين الربو، انه احيانا تجيهم هن حالات الربو السعالي كثير، وبين التهاب القصبات الحاد؟ تماما، سؤالك حلو. التهاب القصيبات الشعري تحديدا يقلد باعراضه واصغائياته حتى سماعيا بالسماعه، طبيا تقلد الربو. فنحن تحت السنه ما بنقول للام ربو ولا يشخص انه ربو. فوق السنه اذا تكررت هي الحاله اللي هي التهاب القصيبات اكثر من مره بالسنه، فنحن صنف صار صنف انه ربو. تمام. فالفكره هو التكرار. كمان اللي هو التاريخ المرضي للطفل وللاهل، لانه هو العامل الوراثي كثير كبير، انه يكون الطفل اذا في بنيه تحسسيه او احد الاقارب او الاهل سته للولد او كذا عندهم ربو، فانه الاحتمال كبير الطفل انه ينصاب بهالشيء. والطفل اللي عنده بنيه تحسسيه بالاساس، يعني هو عنده التهاب جلد تاتبي، فهو بالاساس عنده بنيه تحسسيه او تحسس اللي هو التحسس الجلدي، فكثير مؤهب لانه يكون مرافق معه اللي هو التحسس الصدري وانه ينصاب بالربو. طب دكتوره، حكينا عن الربو وكيف بنميز بين التهاب القصبات والربو، كيف بنميز بين التهاب القصبات وبين السعله التحسسيه؟ يعني كمان في مواسم بتكون مزبوط تحسسيه، او ما شرط بس بالشتاء، ممكن بالربيع، ممكن بالخريف، او ممكن على ممكن وممكن بالصيف ينصاب التحسسيه. هلا التحسس عاده، هلا انا مثلا بتحسس بالصيف اكثر من الشتاء. تمام، هاي الفكره. التحسسي بيكون في له أعراض مميزة، توقيته مثل ما ذكرتي. شغلة تانية بالإصغاء، نحن بالسمع الإصغائيات التهاب القصبات مختلفة، والخراخر اللي بنسمعها والوزيز مختلف عن السعال التحسسي. بالإضافة لشغلة أنه التحسس فيه له شغلتين مميزتين، اللي هو طول المدة. أول شيء بيقول لك صار لي شهر وشهرين أنا عم يرافقني هذا السعال، وهو سعال حتى ما بيكون انه عميق، يعني خارج من القصبات. عادة بيكون تخريشي بسبب المفرزات الانفية كتيرة، هو عادة بنسميه السبب الاساسي هو على فكرة التحسس الانفي. يعني بيكون التهاب الانف التحسسي بتزيد المفرزات بالبلعوم الانفي، بتخرش بتعمل هالسعال التخريشي. كمان شغلة اللي هو ما في حرارة، يعني عادة اللي بينصابوا بالتحسس ما بيكون مترافق معهم حرارة، لانه هي مو حالة التهابية، هي حالة بآلية تانية يعني، لكن تقلد بموضوع الالتهابي. تمام دكتورة، خلينا نحكي عن العلاج. كثير بنسمع من العلاجات الدوائية اللي الستات بالمنازل بيعملوها لأطفالهم، خلينا نحكي على فائدتها برأيك، وكمان شو ممكن تتصرف الأم إذا واجه مثلا ابنها هي السعلة القوية مثلا بالليل وما فيها تاخذه على الدكتور، لبين ما تشوف طبيب، شو ممكن تتصرف برأيك؟ هلا شو ممكن تعطيه أدوية؟ هلا مو غلط انه نعطي هدول الاعشاب الطبيه بس باعمار معينه، يعني مو اكيد مو الاعمار الصغيره، يعني ممكن اللي هي شراب الزعتر الطبي ممكن ينعطى كزهورات، لانه نحن اساسا بنحبذ انه نعطي سوائل للطفل، لكن في الاعمار اللي بالاشهر اكيد ما بنقدر نعطي. وحتى في شغله مهمه لازم ننبه عليها، انه الاطفال اللي تحت السنه اساسا مضاد استطباب انه نعطي انه شيء يسكن السعال، احنا ما بننسكنه، احنا بدنا اياه يسعل ويطلع المفرزات اللي بصدره. تمام. يعني حتى ممكن انصح الام انه تطبه شوي على بطنه وتدق على ظهره، هي بنسميها وضعيه تفجير بالوضعه، انه حتى الطفل يتخشع ويطلع هاي المفرزات، بالعكس ويرتاح بعدها. واذا قالت لي الام ابني آية بعدها كثير ممتاز، فهو طلع كل شيء، حتى هي بتشوف هالشيء تقول لي انه هو طالع اكثر شيء قشع وبلغم شافت بالاقياء عنده. فبالعكس نحن ضد في اعمار، مثل ما بقول لك اعمار معينه لا، نحن ما بنسكن السعال. ممكن بالاعمار الاكبر انه مثل ما ذكرت، يعني هو ما له سحر ولا له علاج مثل ما بيقولوا شافي، ممكن ننصح كانه السوائل مفيده للحاله بالاساس. شغله ثانيه ممكن بالبيت مثل ما ذكرنا، وشيء مفيد اللي هو موضوع انه البخار الماء، يعني نحاول انه يكون جو الغرفه رطب، ما يكون كثير جاف، فانه ممكن يفيده بالتنفس. وضعيه الجلوس للطفل كمان انه ممكن تفيده اكثر بموضوع التنفس، يعني وضعيه الجلوس خصوصا بهي الحاله. طبعا لحد ما تراجع اقرب مشفى او اقرب طبيب لحتى انه نعالج الحاله، ويكون اذا كان مضطر لانه نحط اكسجين او ارزازات معينه انه نحن نعطيه للطفل.
دكتورة، قبل ما نختم معك في سؤال هيك كتير لازم نحن نحكي فيه أو استفسار. خلينا نحكي عن المعطرات تبع الأرض، عن نحكي عن المنظفات تبع البيت، نحكي عن هلأ مثلا الغباير، هلأ غبرة مثلا غبرة السجاد نفضى برا، وين لازم حتحرد نوبة ربو ونوبة تحسس كتير هاي القصة. يعني نحكي عن هدول التفاصيل اللي احنا كتير بنستخدمهم بكترة، مفكرين خاصة هلأ بكورونا وهيك كلنا خايفين وكتير معقمات وهيك، هاد الشيء قديه بيضر القصبات وقديه بيضر الأطفال خاصة. طبعا هلا اكيد هدول الشغلات، وضيفي عليهم التدخين، التدخين كثير مضر، وما يقولوا لي انه نحن عم ندخن برا ما عم نخلي الطفل يشم، بس انه انت لما بترجع بتفوت على الغرفه هذا البخا الدخان على الان فيك دخان السجاير، وحتى الام المدخنه لما بتحمل ابنها هو عم يستنشق، يعني هو مدخن سلبي. فاكيد مثل ما ذكرتي التدخين، المنظفات، ريحه القلي، قلي الزيت والابخره تبعه كمان هي مضره بهذا الموضوع. وحتى يفضل انه مثل ما يقولوا الوقايه خير من الف علاج، انه الوقايه افضل بهلا خصوصا بهذا الموسم، سواء لالتهاب القصبات او انه بموسم هلا الكورونا، انه يفضل الوقايه اللي كلنا بنعرفها اللي هو تغسيل الايدين، تعقيم الاسطح، ثقافه عامه نفهم الطفل انه ما ياخذ يستعمل اغراض رفيقه، ما يشرب من نفس الكاسه، يكون كل شيء خاص فيه، موضوع انه استعمال المناديل المحرمه وقت العطاس السعال، هذا الشيء كثير محبذ هلا، مع طبعا اكيد لبس الكمامه هالشيء بنعرفه. بنرجع بناكد على التعقيم وتغسيل الايدين. هلا في وقايه على المدى البعيد انا بنصحها للامهات كلهم، اللي هو الرضاعه الطبيعيه. صراحة الطفل اللي بيرضع طبيعي مناعته اقوى، وحتى اصابته بهي الامراض التنفسيه اقل. لازم لقديش؟ للسنة؟ للسنة هو الافضل طبعا، يعني انا حكيت قبل بمرة انه بيقولوا لي انه قديه الرينج، كانه محددين الامهات للسنه وما عملت لها خلق كمان. انا 40 يوم انه مده كافيه 40 يوم؟ لا مو كافيه. لا اي حليب طبيعي، اي حليب ثاني قال فيه كل الفيتامينات، يعني فهو انه فيها الوحده تستغني عن الرضاعه الطبيعيه. لا طبعا اكيد ما في، وحتى نفسهم شركات الحليب باول محاضراتهم وباول شيء بيحكوا انه نحن نحاكي الحليب الطبيعي للام ولا نصل اليه. تمام. يعني يحاكوه جدا، ولكن مثل ما قلت لك موضوع المناعة، نحن في أضداد تفرز بحليب الأم اللي هو الاي جي اي الإفرازي، موجودة بكمية عالية جدا بحليب الأم، حتى أعلى من المصل، والطفل غير قادر أنه يكونها حتى للشهر الرابع أو السادس من عمره، وحتى لما بيكونها ما بيكونها بهالكمية والتركيز اللي موجود بحليب الأم. من عدا أنه مثلا لاحظ أنه مثلا الأم المصابة مثلا نقول بأي بكتيريا شيجيلا أو أي شيء معين، أنه بتلاقي عندها أضداد ضد هذا الشيء. يعني قديش حليب الام في هي القصص والمناعه والليزوزومات اللي بتساعد بمحاربه البكتيريا. فلهيك اكيد انا برايي البدايه الاساسيه بالرضاعه، الشغله الثانيه التغذيه، تغذية غذاء الطفل الصحي بيفرق والطبيعي. اكيد تماما، الطفل اللي غذاءه طبيعي وبياخذ الخضار والفواكه والشغلات الصحيه اكيد مناعته اقوى من الطفل اللي اكله كله فاست فود واكلات طيبه. يعني اكيد. شكرا لك دكتوره، شكرا لمعلوماتك القيمه. كل الامهات اللي تابعونا اليوم اكيد استفادوا، ونحن كمان استفدنا من معلوماتك. شكرا لك. اهلا وسهلا فيكم دكتوره. شكرا لك، صباحك ونهارك حلو. صباحكم. وهلا يا ليا حنروح لاجواء الفن والمعارض، ولكن في كليه الهندسه الميكانيكيه والكهربائيه في دمشق. التفاصيل بالتقرير التالي. بالواقع الهدف منها أول شيء إيجاد فرص عمل للطلاب المخرجين. كتير شركات صناعية تواصلوا معنا وشركات تجارية تواصلوا معنا بدهم يقابلوا الطلاب،
فنحن عوضنا الطالب يروح للشركة ويقابل، يكون في رسميات كثيرة هون ضمن المعرض، ممكن يشوف الطالب ويقابله ويكون لقاء ما في رسميات كثير، فممكن ياخذ الصناعي او المهتم ياخذ اريحيه اكثر والطالب ياخذ اريحيه لموضوع المقابله. عندنا في شغلات ثانيه هي موضوع تطوير المشروع، كل مشروع ساوى الطلاب هو صح منتج جيد واختراع ممتاز لكن بحاجه لتطوير، هالتطوير هذا نحن بدنا شيء حدا مؤسسه ما تتبنى هالمشروع هذا، فهدفنا من المعرض الثاني هو عباره عن ايجاد هيئات خاصة أو عامة تتبنى تطوير المشروع. المعرض هو لقاء هالسنة، لقاء من جميع قطاعات المؤسسات التعليمية اللي عندنا في الجمهورية العربية السورية، سواء كان جامعة دمشق كليات التطبيقية والكلية المعلوماتية أو الجامعات الخاصة المشاركة معنا بمجال الحواسيب والأتمتة والاتصالات والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. فنحن عم نلتقي كلياتنا، هو عنوان الأصل المعرض هو شراكة مجتمعية لغد مشرق، فنحن كلياتنا عم نلتقي لنعرف كل، نحاول نتعاون نتحاور لنشتغل بما يهم المجتمع حاليا. نحن اليوم عم نجمع طلابنا اللي سووا مشاريع تخرج هندسة، عم نجيب كل القطاعات الصناعية الخدمية الحكومية المختلفة لنقول لهم نحن عنا طالب قادر ينجز الشيء اللي نحن عم ندور عليه برا. هذا الطالب بده دعم، بده رعاية، بده قنوات تواصل. نحن اليوم عم نحاول كلجنة تنظيمية بهذا المعرض مع بالتعاون مع عمادة الكلية والجهات الراعية نقول لهالجهات تفضلوا الأبواب مفتوحة، طالبنا نحن منعول عليه، هو قادر يكتسب خبرات يقرب لسوق العمل، وبنفس الوقت هو منتج سوري لازم نحن ندعمه. هذا المعرض هو أحد الأدوات الهامة جدا لربط الجامعة بالمجتمع، لأنها تعرف المستثمرين والصناعيين بما ينتجه طلاب الجامعة المتميزين جدا. في الواقع يعني منذ العام الأول لهذا المعرض و الأبحاث والمشاريع البحثية كانت على مستوى عالي جدا، لكن فعلا نشهد تطور في حتى في إخراج هذه المشاريع لجعلها جاهزة وقابلة للاستثمار، ومنذ المعرض الأول كان هنالك من يرغب في استثمار بعض المشاريع. ليا كيف كنتي انت بالمدرسه؟ هاديه مشاكسه؟ لا عندك لا تركيز كتير ولا مشاكسه كنت؟ تمام. شو ممكن تعملي؟ اللي عم يشوفوني اكيد بيعرفوا كانت شلتنا غير شكل، دائما خصمنا نحكي كثير حلو حلو الواحد يكون مشاغب ويكون بس عنده تركيز بنفس الوقت. حلوه المشاغبه، حلوه المشاغبه بس بنفس الوقت يكون شاطر. كنت رايقه انا كنت لا رايقه ومشاغبه يعني حسب سنين اللي عمري، كل ما اكبر كنت بكون اهدى. لا انا الحمد لله كل سنين عمري مشاغبه. لا تمام. هلا خلينا نشوف الاطفال كيف ممكن الطفل يبقى بمكانه ويكون هادي بصفه ويكرس كل تركيزه وعقله مع المدرسة مع المس يعني في الحصة المدرسية، وخاصة أن الأطفال يتمتعون بنشاط وحيوية وحب للحركة، فما هي الوسائل والأساليب المساعدة للأم ليكون طفلها أكثر قدرة على التركيز؟ معنا الأخصائية التربوية نغم تربي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. يسعد صباحكم. يسعد صباح, صباح الخير نغم. أهلا وسهلا فيك. يعني بالبداية خلينا نحكي عن الأطفال يلي أو نميز بين أنه قلة الانتباه وقلة التركيز. هلق نحن في عنا كثير من الأمهات بتشتكي من أطفالها أنه عندهم فرط حركة وفرط نشاط، ابني ما بينتبه لما بيرجع من المدرسة، ما بيعرف شو أخذ، ما بيعرف شو هي الواجبات اللي لازم يعملها. فهون الأم لازم تركز وتميز بين طفل، الأطفال اللي بعمر 4 و5 سنوات لما بيجوا والأم بتسألهم وما يجابوا، هذا الموضوع كثير عادي بهذا العمر بهي الفترة العمرية، لأنه الطفل بيكون كثير مزاجي بهي المرحلة
وما بيحكي إلا بالوقت اللي بيلاقيه مناسب. طالما شفنا الطفل إنه هو عنده عم بيعيد الأشياء اللي أخدها، لكن فيما بعد ممكن هو عم يغسل إيديه، هو عم يبدل ثيابه، ممكن وهو عم يلعب بيصير بيعيد الأحرف الأرقام، هي الأشياء كلها. فنحن هون بنقول عن الطفل طبيعي. اللي بدي ميز فيه الفرق بين الطفل الشقي والطفل اللي عنده فرط نشاط. الطفل الشقي اللي بيكون شقي بمكان غير مكان تاني، مع أشخاص غير أشخاص تانيين، هون بيستخدم مثلا بيجيب الكرسي بيطلع على الكرسي لحتى ياخد كاسة يشرب فيها، يعني هو عم يتشاقى لهدف معين. ممكن يطلع على طاولة بياخد قلم لحتى يكتب وظيفة. فهون نحن منقول عن طفل، هذا طفل شقي لكن عنده هدف لشقاوته. الأطفال اللي عندهم فرط نشاط وزيادة بالحركة، قلة الانتباه، إمتى نحن منكتشف هدول الأطفال؟ في المراحل العمرية بمرحلة الطفولة المبكرة، إنه هن بس يفوتوا على الروضة أول ما بيدخلوا بيكون في عندهم عدم تركيز، بيكون عندهم فرط بالنشاط، فرط بالحركة. ببلش لما بتبلش المس تعطي أي درس، هن ما بيكونوا قادرين يقعدوا حتى على الكرسي لفترات طويلة، ما بيكون عندهم قدرة على التآزر البصري، على التواصل الاجتماعي مع أطفالهم، مع الأطفال الموجودين. فنحن هون منقول إنه الطفل بيصير في عنده اضطراب، هي الاضطرابات النفسية بتأثر عليه فيما بعد، لازم نسارع بحلها بمرحلة، بهي المرحلة المبكرة، لحتى ما تسبب له صعوبات بالتعلم، اضطرابات بالنطق، وهي القصص اللي بتأثر على حياته أكيد. لبعدين أكيد كتير من المشاكل الثانية ممكن يصير مع الطفل. طيب كيف ممكن الأم تتعامل مع الطفل المشاكس؟ كيف ممكن تعطيه أنه القوة ليقدر يركز بالصف، مع أنه الطفل المشاكس بيبقى لسنين لحد ما يكبر بيضل يشاكس، يعني كل سنة عن سنة تختلف الدرجة، بس بيضل يعني كل حياته نفس الشيء. يمكن بس يصير بعمر المراهقة يركز ويهدى وتنقلب شخصيته. مو بالضرورة، مو بالضرورة، ممكن كتير أطفال بتكون هادية بمرحلة معينة، لما بتكبر بتزيد مشاغبتها، بتزيد شقاوتها. هلق نحن بنرجع لنفس الموضوع، أنه نحن لما بيكون طفل مشاغب او شقي او مثلا كثير الكلام لكن عم بيركز، هذا ما بنسميه انه عنده اضطراب. طيب لا بالعكس، عم صف سادس سابع مثلا وكثير مشاكس ما عنده تركيز، الام شو ممكن تتصرف؟ ممكن تعاقبه؟ كيف ممكن تعاقبه؟ ممكن تلجأ للضرب، صار كبير. كيف ممكن الام تتصرف؟ يعني اول شيء الضرب كثير ممنوع وما لازم نلجأ له ابدا، وخصوصا لما نحن بدنا ندرس الولد نبتعد عن الضرب، عن العصبيه، لحتى الطفل يزيد تركيزه، نشجعه، حفظه على كتير اشياء لحتى يصير عنده، نوسع له مداركه. هلق انا لما بدي اجي ادرس ابني لحتى علمه التركيز، لحتى خليه يركز معي اكثر ويكون احسن، لازم يكون هاديه. انا اعطيه المعلومه بطريقه بسيطه لحتى يقدر يستوعب، ما بيجي بعيط عليه. الطفل لما بعيط عليه او بضربه بده يصير يبكي، ولما بيبكي ما عاد بنقول سكر مخه، ما عاد بيقدر ياخذ ولا معلومه. فانا هون بدي يكون هاديه، بدي امن له جو كتير حلو مناسب. نحن ما عم نحكي مثاليات بصراحة، ضروري من كل أم وكل أب بيأمنوا للطفل هاي الأمور، هاي أمور كتير بسيطة وكتير ضرورية للطفل. أنا لحتى علمه يكون هادي، ما عليه بخليه تابع بممارسة رياضة، ممارسة هواياته. بنلاحظ كتير من الأهالي بأوقات الصيف بتسجل أطفالها بنوادي وهي الأمور، لكن بالعام الدراسي بتنقطع عن النوادي، بنقطع هواياتهم. هذا الموضوع كتير غلط، لازم أنا أخلي طفلي تابع بهي الأمور لكن بساعات قليلة، وأنا نظم له أوقاته. يعني أنا لما بدي أجي درسه ما بيجي بدرسه 6-7 ساعات، يلا قعد كتاب دروس، والأم بترجع بتشتكي أنه ابني ما عرف، راح على الاختبار كتير تمام، بس أنا ما في قاعد الطفل حتى لو كان صف سابع أو صف تاسع. شو كيف بدك تقعد الطفل 6-7 ساعات يدرس كرمال يعطيكي نتيجة صح؟ لا، الطفل مو بعدد، الطالب مو بعدد الساعات اللي بيدرس فيها. نحن بنلاحظ كتير نماذج أطفال بتجي لعنا بتدرس ساعة، وأطفال بتدرس 5-6 ساعات، لكن نتيجة الطفل اللي درس ساعة بتكون أعلى. هي مو بعدد الساعات اللي عم يدرسها الطفل، لا أبدا. أنا لما بأمن لطفلي وسائل تعليمية جيدة، شيء تشجيعي، تحفيز
تحفيز لهذا الطفل، هيك انا عم شجعه، عم بيكون افضل، عم يعطيني نتيجه افضل من ما انا الزمه. لا ما عليه، برتب له اوقاته، انت عندك ساعتين للعب، عندك ساعه للعب ساعتين للدراسه، ممكن نص ساعه بعطيه الايباد بيلعب اي شيء بحبه، مو بالضروره انا الزمه بوقت طويل لحتى هو يعطيني النتيجه الصحيحه. تمام، خلينا نحكي كمان عن المشاكل اللي بتصير بين الرفقات، يعني بنلاقي كل حدا طبع شكل وبيحبوا يقلدوا بعض، وخاصة يمكن طبعا. بصف الأول ثاني ثالث الابتدائي يعني بحبوا يقلدوا رفيقتهم، فكل يوم يا طفل بيتبنى تصرف ما من رفيق هلأ هو حابه، بعد شوي بيقلب عليه. خلينا طبعا. نحكي يمكن هذا الشيء قديه هو بيأثر على أنه الطفل بده يصير ياخد من العالم، هذا الشيء ما بيقلل من تركيزه بدراسته طبعا. تركيزه بأنه يستوعب موضوع ما لأ هو هلأ همه يقلد شيء. تمام، هلا نحن عنا بهذا الموضوع لما بيكون الطفل موجود بالمدرسة بيكون هو من واجب المس هي اللي تتابعه. يعني أنا مثلا لما بدخل على صف ما بيكون همي الوحيد أنه أنا بس أعطي الدرس وأمشي، لا أنا بدي أعمل دراسة لنفسية الأطفال، حتى لو كانت مدة الحصة الدراسية قليلة، لا لازم أعطي كمان مجال لحتى أتعرف على الأطفال، أعرف نفسيتهم، أعرف كيف هن عم يندمجوا مع بعضهم. كتير في أولاد بتبطل تروح على المدرسة لأنه مثلا بيروحوا على البيت بيقولوا رفيقي ما عاد حبني، انا ما بدي اروح على البيت. لهالدرجه هو بيتمسك فيه، بيتعلق فيه، بصير بيقلد اي شيء عم يعمله. كمان في الام لها دور كثير كبير بهذا الموضوع، ما خلي الطفل يتاثر باصدقائه، يعني ممكن نحن نقلد الاشياء المنيحه فيه، انه معلش شوف رفيقك انه هو شاطر، انت سير مثله شاطر، لكن في سلوكيات طبعا ما بتصير، ما فينا نقارنه لا ما باخوه للطفل، لكن كيف نقارنه طبعا هي مو مقارنه، نحن عم نحكي سلوك جيد الطفل عم يتمتع فيه. أنا ما عم قارنه أنه لك مثلا رفيقك جاب أكلة طيبة أنت لازم تجيب منها، أنا عم بحكي عن سلوك جيد عم يتمتع فيه الطفل. كتير حلو أنه أنا فرجي ابني أنه نحن لازم نصير أحسن، يعني نحن لما أنا بدي قلد سلوك الطفل أنا ما بدي إجي لشي خاص فيه وإجي قلده، أنا بقلد سلوك جيد، سلوك عم بخليني أتحسن ويرتفع مستوى طفلي للأفضل. أكيد تمام، ممنوع المقارنة حتى بين الأخوات، قلت لك يا ممنوع أبدا حتى بين الأخوات. خلينا نحكي، حكيتي عن المسات لازم يكون عندهم طريقة بيتعامل مع الأطفال لنفسية الطفل، خلينا نحكي عن الأمهات اللي ما في عندهم أسلوب بالتدريس، اللي ما بيقدروا يدرسوا أولادهم ومع هيك بيحطوا أولادهم بيدرسون طبعاً. وهن مثلا كتير عصبيين ما بيتحملوا، يمكن مثل ما حكينا يمكن بيلجأوا للضرب، يمكن بيلجأوا للعيات، يمكن يكرهوا الولد بالدراسة بالمادة طبعا أكيد. خلينا نحكي أكيد. عن هدول الأمهات شو ممكن تنصحيهم؟ يعني انا مني وعلي بقول لهم ما تدرسوا انتم، جيبوا مس تدرس او هذا الموضوع اللي عم نحكي عنه. خلينا نحكي عن هاي الموضوع. ايه هلا كثير بنلاحظ هذا الموضوع بسبب ضيق الوقت، الامهات بتكون عم تشتغل بتجي ما لها خلق تدرس اولادها، فنحن مشان ما نتعدى على هذا الطفل يلي هو مسؤوليتنا واللي نحن لازم نتابعه دائما، ما عليه بخصص له حدا يجي يدرسه، او انا بجي دائما انا بحكي للامهات نحن نحط حالنا مكان هذا الطفل. يعني انا اذا بدي وجه له اهانه او بدي وجه له اي ضرب او سلوكيات سيئه بدي احط حالي مكان هذا الطفل لحتى اشعر بالشعور اللي هو عم بحس فيه، انه انا اجي اضربه لا، او اجي مثلا عيط بس عليه بس منهم بيعذبوا بهالقوه للام بيطولوا معهم حتى لو طب الطفل ليه بيعذب؟ لانه انا ما لقيت وسيله صحيحه لاتعامل معه، ما حيركز او بيقعد بيبكي او بيقعد وما بيعرفوا هم ما عندهم طريقه صحيحه بانه خصوصا اذا كان في ولدين، ولد بيكون عم يدرس ولد بيكون عم يلعب، طب لا انا بنظم الوقت بيناتهم، بخلي الاثنين قاعدين عم يدرسوا، ولد عم يكتب وظيفه، ولد انا عم سماله، بعطيهم البريك هن الاثنين سوا، بامن لهم هذا الجو كرمال يكونوا نحصل على النتيجه اللي بدنا اياها. نغم بدنا نتشكرك كثير على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، ويسعد صباحك. وصباحك اكيد نغم، نتشكرك على وجودك معنا، نتشكرك على نصائحك القيمه، شكرا لك. اهلا وسهلا. تمام، خلينا نروح الى حلب، قام الاتحاد الوطني لطلبة سوريا فرع جامعة حلب بافتتاح معرض الروزانا للحرف اليدوية والمهن التراثية، تفاصيل أوفى من تبعها مع مراسلنا مصطفى كوسا.
أطلق الاتحاد الوطني لطلبة سوريا فرع جامعة حلب معرض روزانا للحرف والمهن اليدوية بهدف إحيائها بمشاركة فعاليات أهلية وطلابية من المدينة. مثل المعرض رسالة للعالم تؤكد على الإصرار للحفاظ على هذه المهن التاريخية في سوريا والتي تمثل مهد الحضارات. رسالة من المنظمين لهذه المبادرة أو لهذا المعرض للسوريين سواء في الداخل أو في الخارج، للشباب بشكل خاص وخاصة شباب الجامعي، بأهمية الحفاظ على هذا التراث، تراثنا الثقافي. فكيف إذا كان تراث مدينة ذو عمر طويل في الحضارة والثقافة، مدينة حلب واللي في بداية الحرب، واستهداف حلب بشكل خاص هو استهداف لحضارتها لتراثها لوجودها. ويهدف منظمو هذه الفعالية إلى تسليط الضوء على المهن التاريخية في حلب نتيجة غياب بعضها بسبب الظروف التي مرت على المدينة، كون المعرض يجسد طريقة العمل فيها مما يشكل دافعا أمام الشباب لتعلمها، والذين بدورهم أكدوا على شكرهم وإعجابهم بالمعرض. كتير شيء مهم أنه نسلط الضوء على هاي المهن النوعية على مستوى مدينة حلب، هي مهن تاريخية لجميع الأجيال. هذا الجيل اللي كان خلال فترة الحرب في بعض هاي المهن مغيب عنه، فتم توضيحها له. هذا الشيء بيعطي دافع إيجابي لزملائنا الطلبة اللي هن كمان يتقنوا بعض المهن الحرفية. المعرض مميز جدا، فيه حرف قديمة يدوية، حرف تحكي عن ماضي البلاد، ماضي حلب، ماضي التراث اللي كان موجود. بشكر المنظمين لهذا المعرض لأنه كانت مشاركة كثير حلوة منهم، ونحن مصلحتنا زغرفة على النحاس ورسانينا من آبائنا وإن شاء الله منورسل أولادنا. يسعى الاتحاد الوطني لطلبة سوريا فرع جامعة حلب وبالتعاون مع جميع الفعاليات في المدينة إلى إعادة الحياة لهذه المهن التاريخية والتمسك بالإرث الحضاري للآباء والأجداد عبر زج العنصر الشبابي فيها وإعادة مدينة حلب إلى ألقها. للإخبارية السورية مصطفى كوسا، حلب. ومتابعينا يا سمر بصباحنا لليوم هون ولا هون، متابعينا ومع ضيفنا الأخير لليوم مع الفنان الكاريكاتوري السوري رائد خليل الحائز على جائزة أفضل كارتون في مسابقة سيكاكو دايجون الدولية التاسعة في كوريا الجنوبية بمشاركة 479 رسام من 45 دولة. وقدم الفنان خليل في لوحته تصور لموضوع المسابقة وهو الحرية، ورح نحكي أكثر عن الجائزة ورح نحكي أكثر عن المشاركة وعن أهمية هي المشاركة أكثر. نرحب فيك أستاذ رائد، أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. صباح الخيرات. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية الفنان رائد غني عن التعريف، بس مشان كل الأشخاص اللي عم يتابعونا هلا خلينا نتعرف عن رائد خليل، من هو من بدايتك لليوم؟ بداية أنا محفظ الألقاب. تمام. طبعا هذا عنوان أحد الكتب اللي ألفتها. طبعا بداية من الطفولة، كأي طفل بيكون عنده هوس العمل، هوس الرسم، هوس الألوان، تعرف أنت. مع تقادم العمر تبدأ مدارك الطفل بالتوسع، يعني الانطلاق إلى الحياة بشكل أوسع بأدوات مختلفة، برؤية مختلفة، وصولا إلى حد معين في هذه الحياة، لكننا سأقول باختصار شديد ما زلنا على الشاطئ. تمام. الدخول إلى عمق الحياة والعمق، هذا الفن يحتاج إلى الكثير الكثير من السنوات، لذلك الحياة خلقت أو وجدت لنعيشها لا لنفهمها. نعم. يعني أستاذ خلينا نرجع إلى الجائزة وإلى سيكاكو دايجون. دايجون هي مدينة بكوريا صح؟ هلا كنت عم تقول لي اياها تحت الهواء. خلينا نحكي عن هي المشاركة، يعني كان في 479 رسام من 45 دولة. تماما. وحضرتك كنت عم تبارز كل هدول العالم، خلينا نحكي يمكن كيف كان شعورك، كيف كان هن نظرتهم لفنك؟ هلا بدنا نحكي على مسألة الدخول في المسابقات الدولية. هلا في مسألة مهمة جدا، مفهوم العالمية، عندما سئل الراحل مصطفى العقاد السينمائي الراحل عن مفهوم العالمية قال لهم
أينما بحثت في أرشيف السينما العالمية فاسم مصطفى العقاد موجود. هلأ نحن بنضرب عصفورين بحجر، أول مسألة ذاتية سي في للشخص، واثنين اسم البلد يكون موجود. تمام. هلأ هذا كتير مهم إنه اسم بلدك عم تمثلي بلد أنت بالكامل، كتير تشعري بالعز والفخار لما علم بلدك بيكون مرتفع. أكيد. علم بلدك بيرتفع حقيقة، شعور لا يوصف لما بتفوزي في دولة أخرى وبتشوفي هذا العلم موجود. طبعا بالنسبة للمسابقة وموضوع الحرية، لأنه موضوع كتير بيعنينا، نحن نعيش في فوضى المصطلحات وفي ضجيج المفاهيم الموجودة وتحديدا مفهوم الحرية. نحن شفنا شو صار فينا بسبب مفاهيم الحرية المعلبة المقولبة الجاهزة التي استوردها البعض ولعب على هذا المصطلح. الغرب دائما ينتج هذه المفاهيم وهذه المصطلحات، ونحن يعني تقع المشكلة في رؤوسنا جميعا. بالنسبة لهذه المصطلحات، نحن أمام حرب حقيقية، لذلك أنا لعبت على مسألة الحرية وكان هو موضوع المسابقة عن استغلال هذا المفهوم. يعني أحد الأشخاص يقوم بحلب القيد. كثير من الأشخاص قاموا باستغلال مفهوم الحرية الذي دمر الكثير من البلدان، ونحن في مواجهة حقيقية، لأن مهمة الإعلام أحيانا تسليط الضوء على هذه القضايا وهذه المفاهيم لجلاء الصورة الحقيقية. أكيد. خلينا نحكي عن رسالتك بالفن بشكل عام، وخلينا كمان نحكي عن أهمية المسابقات برأيك وأهمية إقامة المعارض وبالأخص بهالوقت. هلا بدي أحكي بمسألة مهمة جدا، هي مسألة الفن. الفن لا يعيد إنتاج الواقع. تمام. الفن دائما يزيح الغشاوة عن الواقع الموجود، يتلقف الفنان هذه المشاهد يترجمها على أرض الواقع، يعني من خلال فك قيود اللحظة الآنية الموجودة. هنا أهمية الفن جلاء الصورة الحقيقية. بالنسبة للمشاركات الدولية، كما قلت لك، العامل الأساسي هو اسم البلد أن يكون موجودا في كل المحافل الدولية، إضافة إلى سيرة الفنان الشخصية، وهي مسألة مهمة جدا في الانطلاق نحو العالمية. طبعا ليست هي الجائزة الأولى، وإنما ترتيبها الآن 160 جائزة دولية. تمام. الترتيب، الموضوع أنه مفهوم الجائزة العالمية هي كلمة شكر وكلمة تقدير لهذا المنجز الإبداعي. أكيد. أي إنسان في هذه الحياة هناك رسالة يجب أن يقدمها، رسالة أخلاقية وإنسانية، ومهمة الفن تستند إلى هذين الأمرين. نعم. أستاذ رائد، خلينا نحكي، يعني كلنا مرقنا بظروف صعبة وما زلنا نمرق بظروف صعبة، إن كان كورونا ولا ظروفنا الاقتصادية الصعبة ولا الحرب يلي مرقت على سوريا. دائما الفنان هو مشاعره بتكون مضاعفة، أضعاف مضاعفة عن الإنسان أو أي مهنة تانية. خلينا نحكي يمكن قد إيه أثر هذا الشيء. يعني حسيت هذا الموضوع بعيوني موجود. المشاعر المضاعفة. تماما. يعني دائما الزعل بيكون مضاعف، الفرح مضاعف، الحزن مضاعف، التعبير حتى بيكون مضاعف بحسب الفن يلي هو بيحترف فيه. خلينا نحكي القصص اللي صارت معنا او اللي عم تصير معنا، قد ايه بتاثر من عطاء الفنان بحد ذاته؟ هلا شوفي، دائما الفنان له عين ثالثه. هلا كل شيء عم يشوفه عم يحط انه عم يدور على العين الثالثه. طيب. تماما. الفنان دائما عنده العين الثالثه، يلتقط كل ما هو في اطار بعيد عن العادي، يعني كل شيء عادي الناس البسطاء بيشوفوه، نحن نرى الامور باشكال غير عاديه على الاطلاق، لكن لا ننسى ان ناخذ البعد المستقبلي لاي حدث كان موجود. هذه هي المساله المهمه، حساسيه الفنان تجاه الامور من خلال الدخول احيانا في عمق الحاله الانسانيه، لان هذه الحاله تنبثق من الحاله العامه للناس. فنان الكاريكاتور دائما يعبر عن كل هذه القضايا بشجاعه لا توصف. لماذا؟ لان هي موقف في هذا الحياه. الناس البسطاء، الناس المساكين في كل دول العالم، ماذا يهمهم؟ يهمهم ان يعبر عن همومهم، عن الامهم، عن امالهم الموجوده في هذه الحياه، عن الواقع المعيشي. لكن دائما اتحدث في مساله مهمه جدا، هي المهمه السياسيه في هذا الفن. عندما يكون هناك خلل عالمي، خلل سياسي في بلد ما، نلاحظ هناك الارتكاسات الخطيرة جدا على الواقع الاقتصادي والرياضي والثقافي والاجتماعي. لذلك الحساسية تكون هنا مضاعفة ومفرطة تماما، وهذه مهمة الفنان الحقيقية في المسألة الأخلاقية بالتعامل مع هذه اللحظة. أكيد. بس مثل ما حكيت لزميلتي ليا، شفتي بعيوني، خلينا كلياتنا نسمع شو في بعيونك، خليك تعبر أكثر، شو في بقلبك وشو في بعيونك، وكيف كمان يتم اختيار المواضيع عندك، لوحاتك على أي أساس أنت بتختارهم؟ هلا اختيار الموضوع، أنت دائما فنان كاريكاتور، يعني عنده متابعة ساعية وليست يومية.
متابعة ساعية لكل الحوادث ولكل دقائق الأمور الموجودة في هذه الحياة. يعني نحن نعيش الحالة، نعيش الفن بشكل كامل. تمام. يعني بول كيلي الفنان السويسري وهو من أصول ألمانية، عندما ذهب إلى القيروان في تونس قال لهم أنا لا أدخل إلى المدينة بعد الغروب. بول كيلي ذهب إلى القيروان وقال هذه الجملة: أدخل إلى المدينة في الصباح. وصرخ بأعلى صوته: أنا واللون واحد، أنا فنان. الطبيعة تؤثر أحيانا، المناخات الإيجابية تؤثر بعمل الفنان. تمام. تؤثر التأثير الإيجابي، أما المناخات السلبية بدك تعيشي بحالة من المقاومة لإبعاد شبح السواد الموجود عن هذا العالم بشكل عام. مهمة الفنان دائما رسم هذا العالم بألوان قوس قزح. بالختام استاذ رائف، خلينا نحكي اكثر او مطالب رسام الكاريكاتور من الدعم اظهار هذا الفن بشكل اوسع، لانه هذا الفن هو عم يحصل او عم يحصد جوائز عالميه مهمه، عم يشارك باهم المهرجانات ايضا. طبعا فقط للتذكير، انا ادير مهرجان سوريا الدولي للكاريكاتور من عام 2005 حتى هذه اللحظه. طبعا راح ننطلق بالمهرجان رقم 17 ويكون تحيه الى نزار قباني. حلو. انا في كل عام اوجه تحيه الى محمد الماغوط، الى نضال سيجري، في كل عام اوجه تحيه الى ارواح هؤلاء الذين رحلوا. في بدايه العام القادم سيكون في دار الاوبرا تحتضن هذا المهرجان وتقوم بدعمه سنويا، لذلك الدعم موجود لهذا الفن. ايضا ادير موقع الكرتون السوري الدولي وهو من اهم المواقع العالمية، واختير لمدة 3 سنوات الموقع الأفضل عالميا، لكن هذا بحاجة إلى دعم وبحاجة إلى رعاية حقيقية. نعم. أكيد. كلمة بالختام لكل حدا عم يتابعنا اليوم. أول شيء بلكم صباح الخير لكم، لكل مشاهدي الأخبارية المحطة المتابعة جدا، ولوجوهكم الطيبة والجميلة. شكرا كثير. نحن بدنا نقول لك يسعد صباحك، مبروك الجائزة، وان شاء الله بنشوف جوائز الى اعداد كثيرة وعالم رواياتنا. يسعد صباحك. شكرا كثير لك والف مبروك، وبنتمنى لك اكيد النجاح اكثر واكثر واكثر. شكرا لك وصباح الخير. سمر، انا بدي اتمنى لك نهارك يكون احلى واحلى، وبدي اقول لكل المشاهدين انتبهوا كثير منيح على حالكم وعلى صحتكم اهم شيء، ونهاركم يا رب يكون حامل معه كل شيء حلو. اكيد عم نطلع عليكم من مطعم رمام، نتشكر هالمطعم الحلو مع جروبه الحلو. شكرا كثير لكم مشاهدينا، ويا سمر يعطيك العافيه. يعطيك العافيه ونهارك سعيد. اكيد يا ليا. لهون بنكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي لليوم، انطرونا بكره على الساعه 9 وإلى اللقاء.